اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، الف مبروك. مبروك عليك ومبروك على جمهور النادي الاهلي وعلى الاداره وعلى كل الناس. يعني الدوري اعتقد له مذاق خاص بعد غياب سنتين. والله يا كابتن في خاطره كده وانا جاي لك بفكر فيها. لو تفتكر السنه اللي فاتت في ماتش الوداد، بعد ما طلعنا على المنصة وبعدين رئيس الفيفا أكبر رأس كورة في العالم وأكبر رأس في أفريقيا موتسيبي، وهم رايحين للكابتن الخطيب وكل واحد حاسس زي ما يكون عامل ذنب. قال له تنط فين؟ فلما بيقول لهم ده مش عدل، باب السماء مفتوح وانت واقف كده في الملعب ومفيش بقى يعني الإشارة يعني أكيد واصلة. فتخيل أنت بعدها بحاجة بسيطة شهر بتروح كأس عالم وأنت أصلا ما أنتش واخد البطولة، مركز تاني علشان الوداد بيطلع البطولة على أرضه، فربنا يبعتك أنك تلعب كأس عالم وتلعب بقى ريال مدريد وتلعب كل الأندية اللي هم على أعلى مستوى كورة في العالم وتعمل إنجازات، وكان ممكن جدا تتعادل مع ريال مدريد وبعدين تروح واخد 5 بطولات في 10 شهور واخرهم الدوري. الدوري العام، الدوري اللي انت ما اتغلبتش ولا مباراه. مظبوط، كلها مكسب وتعادلات. الخساره اللي كانت موجوده دي كانت في بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه اللي هم اربع خسارات. يعني ما فيش شك ان الاداره لما بتحسن دايما الاختيار للمدير الفني اعتقد بتبقى عمليه مهمه جدا. وعملية ان الكابتن لما بيقول، كابتن الخطيب لما بيقول انا ده مش عدل، باب السماء يبقى مفتوح، يوم يديك كل الانجازات ديت وبعدين انجازات على مستوى الرياضه ثم انجازات على مستوى البنيه التحتيه ثم انجازات. برضو في حاجه يمكن برضو يعني بعضنا ما بقاش واخد باله منها، ان الكابتن بيلغي حته انا، فبيعمل عمليه تكوين كوادر للنادي بحيث النادي ما يبقاش واقف على حد، ده انكار ذات. فتبص تلاقي في معظم الماتشات المهمه والماتشات اللي هي مصيريه بيبعت اعضاء مجلس اداره وكلهم على اعلى مستوى من الكفاءه، فابعت في السوبر، ابعت في النهائي افريقيا كابتن حسام غالي ودكتور مهند والجرحي، فكل اعضاء مجلس الاداره كلهم بالكامل يطلعوا في مواقف، ودي بتعمل كوادر للنادي. اعتقد ان دي كلها انجازات الى جانب طبعا البنيه التحتيه، 5 4 فروع وفي فرع الاقصر وبعدين فرع العلمين اللي ان شاء الله احنا واخدينه. دي كلها حاجات بتقول ان احنا بفضل الله وتوفيق ربنا انك انت ماشي على الطريق السليم ده بتوفيق ربنا ثم بدعاء الناس واتقان العمل في عمليه الاختيار المدير الفني. ده بتبقى عمليه توفيق حقيقي. انت ممكن تجيب لاعب ولاعب، يعني جريزمان لما راح برشلونه ما نجحش، وجريزمان ما هو جريزمان في منتخب فرنسا وحاجه على اعلى مستوى من الكفاءه حقيقي. مع ذلك فالتوليفه بتاعت فايلر موسيماني كولر الحقيقه اختيار بيبقى فيه توفيق من ربنا، ثم اختيار بيبقى فيه عناصر مهمه جدا وانت بتختار، وبالتالي ربنا بيوفقك لانك انت ما كانش فيه غرض غير انك انت تختار تكسب اللي هو اللي هيدي لك البطولات وهيدي لك الانجازات على مستوى كرة القدم بطريقة فيها احترام وفيها جدية وفيها اتقان مهنة. النهارده في ليلة القمة، وبالمناسبة زي ما انا قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، النهارده عندنا مسابقة، قناة النادي الأهلي عاملة مسابقة على مع أمام حضراتكم أهو على تويتر، دي على ما أتخيل قناة الأهلي، شاركنا الاحتفال بالدوري، توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك واكسب تيشيرت الفريق ومفاجأة عند استلام الهدية. شروط المسابقة، اكتب توقعك لنتيجة المباراة في تعليق، منشن 5 من أصدقائك في التعليق مع التوقع، ايضا عدم تعديل التعليق بعد انت طبعا يعني عدم تعديل التعليق
بعد انطلاق المباراه. يعني مش اول ما المباراه تعمل وانت كاتب مثلا ان اسلام هيلعب باك رايت، اسلام ما لعبش تقوم جاي حاطط بركات مثلا يعني. لا لا يمكن التعديل بعد انطلاق المباراه. توقع واكسب تيشيرت فريق النادي الاهلي ان شاء الله. المباراه بكره الساعه 8:30، والاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه، كابتن ايمن شوقي ومعه نجوم التحليل. وبعد المباراه ان شاء الله يكون هناك فوز ونستطيع ان نحتفل بعد نهايه هذه المباراه. كابتن عادل، يعني لو اتكلمنا عن هذه المباراه، خليني ابدا بالاثنين المدربين مارسيل كولر واوسوريو. مارسيل يعني كولر اصبح واحد من المديرين الفنيين اللي نقدر نقول لعب مباراتين او ثلاثه، مباراتين زمالك، عارف هذه المباراه، عارف اهميه هذه المباراه، بدليل ان هو لم يوافق على استلام الدرع بعد نهايه المباراه وقال خلينا بعد كده، لانه هو مش عايز اللعيبه تتشتت في موضوع الدرع. اوسوريو نفس الكلام، مدير فني اول مره هيلعب، عامل مع الزمالك او طور من الاداء الهجومي لنادي الزمالك خلال الفتره الاخيره، وبالتالي عايز يكسب النادي الاهلي، عايز يكسب بطل افريقيا، حقه. لكن كيف ترى هذه المواجهه الكولومبيه السويسريه؟ اتكلم على كولر، وانت عارف ان احنا راينا في كولر من اول يوم، من الاول ده راجل سويسري، انت عارف الساعات السويسري بقى اللي هي الدقه وال صحيح والمتانه والالتزام والالتزام طبعا. الشخصيه دي موجوده مع فايلر، هتلاقي كل المدربين اللي من النوعيه دي وجايين من سويسرا بالذات عندهم الحته دي. وقلنا قبل كده وبنعيد، اول ما جه نزل وراح كده وعمل وراح النادي، ما راحش الفندق. فالشخصيه ديت مع الشخصيه المرحه الجميله ديت ثم الشخصيه الصارمه اللي بتدي كل واحد حقه، في البدايه كان فيه لسه عدم قرايه لكل لاعب والامكانيات كل لاعب. كانت هناك جلسه كانت في منتهى الاهميه مع الكابتن محمود الخطيب ومع لجنه التخطيط. وضحوا له يعني ايه نوعيه اللاعب العربي، بيبقى فيه احيانا عدم ثبات في المستوى الا لما بيبقى فيه حاجات معينه ممكن تتعامل مع اللاعب ومن خلالها انت بتتعامل مع الفريق. والحمد لله بفضل الله بعد القعده ديت شفنا عمليه التطوير، الموضوع اتغير، الموضوع التطوير الاداء لكل لاعب ثم الاداء الفريق، وشفنا النتائج اللي هي كلها التلاتات اللي كانت موجوده ثم عمليه بعد السان داونز والوقفه المهمه جدا طبعا من اداره النادي ومن الكابتن خطيب مع الفريق، اعتقد ادت دفعه معنويه قويه جدا للاعبين وللجهاز الفني. وطبعا ما ننساش دور الكابتن سعد عبد الحفيظ في المحافظه على اوضه اللبس وعلى الامور الاداريه المهمه جدا مع الجهاز الفني. الحقيقه هو كولر جايب جهاز فني على اعلى مستوى معاه، والدليل على كده بتبص تلاقي دايما اللعيبه كلها في حاله بدنيه ومعنويه عاليه جدا، الى جانب في حته مهمه جدا النادي وفرها، ودي حته مهمه جدا ارجو ان احنا ما نغفلهاش. كل الاجهزه المساعده للمدير الفني اتوجدت، من اول بصمه القدم للجهاز اللي بيحلل الجينات عشان التغذيه، في طبعا اجهزه موجوده في المطار لسه ان شاء الله يا رب كده تكون يعني طلعت من الجمارك. فالراجل شخصيته عمليه التدوير اللي هو بيعملها مفيش شك انها عامله اثر، الى جانب محافظه على اوضه اللبس، الى جانب كل لعيب بياخد حقه، عامل روح جميله جدا ما بين اللاعبين. وبعدين عمليات تغييراته النواحي الفنيه في بدايه التشكيل، قعدنا 8 ماتشات بيلعب 4-3-3. عمليه الثلاثه اللي في نص الملعب دي كانت مهمه جدا، حمدي ومروان وديانج وطبعا معاهم عمرو السوليه، عملت نوع من ستاره قدام المدافعين. لذلك احنا دايما اقل فرقه داخل فيها اهداف احنا، واكبر فرقه، ودايما بيعمل زي ما كان جوزيه معاكم بيعمل ايه، بيعمل بطوله داخل بطوله، فانا ما اتغلبش طول الدوري فدي بطوله صحيح، ما انا ممكن اخد بطوله بس مغلوب 3-4 ماتشات، ان انا جايب اكتر عدد معين من الاهداف، ان انا بخلص الدوري قبل الاسبوع الخامس، دي كلها حاجات طبعا النادي بيوفرها كاجهزه، الى جانب ان هو الجهاز على كفاءه عاليه. بتبص من خلال قناه الاهلي التدريبات اللي هي فيها احماءات والحاجات دي بيبقى فيها اثقال،
وكلها حاجات خفيفة جدا، وكلها حاجات فيها نوع من الإطالات، بحيث أن الإطالات دي في غاية الأهمية، لأن أي إصابة بتيجي نتيجة أن أنا عملية الإطالات ما بقاش واخدة الوقت المناسب بتاعها، فتلاقي عدد الإصابات اللي موجودة الموسم ده أقل عدد من الإصابات هذا الموسم بعكس المواسم اللي قبل كده. ما طلعش الملعب يعني ولا حاجة. يعني فعلا فعلا الراجل. وبعدين اللي بيعجبني فيه جدا على طول ما بيضيعش وقت. انت خلصت الوداد وانت راجع في الطيارة، الماتش اللي بعديه مفيش احتفالات، وراجع من الطيارة فاتح اللابتوب بتاعه وعمال شغال في الماتش اللي انت على طول هتلعب فيه من الماتش اللي بعديه. عملية تطوير لبيرسيتا وحسين الشحات اللي بيدافعوا وبيهاجموا ما كانتش موجودة. هاني اللي كان كل الناس يعني واخدة منه موقف، شفنا هاني وأداءه الرائع والرجولة والالتحامات منعم علي معلول، بيدي علي معلول على طول كل الماتشات، لأن عارف أن علي معلول عامل زي العربيات القوية، الموتور القوي لما بتقعد ممكن أنها تتأثر. طبعا كهربا وشريف على أعلى مستوى من الأداء، وفي بينهم التنافس الشريف والروح الجميلة اللي بينهم. طبعا لو أقعد أتكلم على كولر هتكلم كتير. نتكلم على المدير الفني لنادي الزمالك. الحقيقة أول ما جه عمل نوع من التغيير بعكس كلور لما جه ما غيرش في الفريق، كان بيلعب 4-2-3-1، ما غيرش وابتدى يلعب بنفس الأداء. شوية شوية ابتدى يعرف إن في بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي، فابتدى يعلي من اللياقة البدنية، وبعدين بقى يطلب منهم الحاجات الدفاعية والهجومية وإزاي إنك تأمن هجومك وتأمن دفاعك. علشان كده شكل الفرقه بقى جميل جدا، والترابط والخطوط اللي بينهم كانت على اعلى مستوى. المدير الفني لنادي الزمالك يعني الحقيقه لما جه عمل نوع من اللخبطه شويه في تغيير مراكز اللعيبه. صحيح. ابتدى يبقى في نوع من التوتر داخل الفرقه، وابتدى الاستوديوهات التحليليه وحتى لاعيبه الزمالك القدامى كانوا يعني في اراء ان هو يمشي، لان يعني العمليات اللخبطه اللي كانت موجوده والنتائج. الى جانب طبعا الطريقه اللي هو بيلعب بيها، بيلعب اعتقد 3-4-3، وبيغير في مراكز اللعيبه، يعني فتوح بتبص تلاقيه بيلعبه احيانا في وسط الملعب، ودي طبعا مش عدلته، لان دايما انت باك رايت بتبقى دايما لعبك على الخط، بتبقى تحس ان هو ده الخط ده بالنسبه لك حاجه بتساندك مش حاجه بتعوقك. صحيح. فهو الحقيقه انا مش مع معقوله ان هو عمل نتائج جيده، لكن اعتقد ان في ماتشات كتيره ما كانتش بالاداء الجيد، وكان دايما في مساعده من الزميل. يعني ماتش روكسي مثلا ضربتين جزاء، وماتش فاركو الماتش لا، بس عندهم اداء هجومي، الزمالك عنده اداء هجومي واداء دفاعي جيد. شكله ايه؟ وده شفاء نتكلم فيه، لكن انا بتكلم على الناحيه الهجوميه عنده قويه جدا. بس برضه كابتن كان فيه مساعدات، كان فيه يعني ماتش روكسي بروكسي ضربتين جزاء واهداف ضايعه. بتكلم على الثلاث اربع مباريات الاخيره مثلا، الماتش اللي فات اللي فات بتاع فيوتشر ماتش فيوتشر يعني حارس المرمى جنش لم يكن موفق، جنش ما كانش موفق بعكس ماتش الاهلي، والكابتن شوبير قال الكلام ده. كان في ماتشنا كان يعني بيطلع من فوق ومن تحت، حاجه جميله. احتمال في الماتش ده يمكن لم يكن وارد موفق. وارد انه يبقى في، ما بقولش لا قدر الله حاجه مش كويسه، لكن بقول انه في الماتش ده ما كانش موفق. لكن في خلال الشوط الاولاني 2-0، جول في اول 5-6 دقائق، وبعدين الجول الثاني الراجل رايح لوحده، فعمليه الجانب الدفاعي ما هياش جيده. اذا هو بيركز على الجانب الهجومي ما بقاش مدير فني، لان انا كان زمان الكلام ده في البرازيل كانوا بيهتموا جدا بالجانب الهجومي. صح. على حساب الواجب الدفاعي، فيجيب 5 تجوال ويخش في 4 بيكسب برضه. بس لا، ف 5-4 الكوره مش كده، الكوره زي كولر كده ما بيلعب، انا بجيب اهداف وبضيع فرص. صحيح الفرص اللي بتضيع ديت لما الاجهزه تيجي، الفرص دي مش هتضيع، لان هو جايب اجهزه بحيث انها تساعد المهاجم في عمليه احراز الاهداف. الى جانب طبعا ما بقللش من المدير الفني للزمالك، لكن انا بقول لك هو لسه لم يظهر. لا، ما انا من وجهه نظري
ما عملش الحاجه اللي تطمئن منها ان نادي الزمالك بيلعب كوره لمده 90 دقيقه بشكل مميز. اوكي. عنده اخطاء. امتى نقدر نقول كده لو ده حصل يعني؟ لما بقى يلعب موسم ويجيب اللعيبه اللي هو عايزها وبعدين يحضر يبدا الموسم يقعد يعني. لما يبدا الموسم وجاب اللعيبه اللي هو عايزها يعني من خلال الانتقالات وبعدين يقعد موسم او موسم كامل او طبعا مش هيصبروا عليه موسم كامل يقعد دور اول بالكامل لان الزمالك نادي كبير يقعد دور كامل يشوفوا اداؤه ايه بعد ما يوفروا له الانجازات الى جانب البطوله العربيه اعتقد برضو هتبقى فرصه انه يبان الاداء بتاعه من خلالها لكن انا شايف ان هو في عملية يعني أنا كلاعب في نادي الزمالك وأنا قاعد في المحاضرة أنا مش عارف هلعب ولا مش هلعب ومش عارف أنا هلعب فين ودي في حد ذاتها حاجة مش طيبة حاجة مش كويسة. أوكي. لأن أنا كولر برضه عمل إيه؟ عمل تثبيت تشكيل وعمل التدوير بحيث إن أنا كل لعيب قاعد في المحاضرة أو مش موجود في المباراة اللي قبليها بيبقى عارف إنه ممكن جدا يبقى أساسي ويبقى موجود نتيجة الفكر اللي هو الراجل هتبص تلاقي عندك قلبي الدفاع منعم ولا رامي ولا محمود متولي ولا ياسر كل واحد واقف على ترتيب صوابعه ممكن يلعب هاني او خالد تعرفش مين هيبدا نفس الكلام بس الاثنين هتبص تلاقيهم مستعدين جدا في وسط الملعب وهكذا الفراوده حسين ولا عبد القادر مش عارفين مين هيلعب انا بقول لك الاحساس اللاعب اللي قاعد بيتفرج او قاعد بيسمع المحاضره عارف ان هو ممكن جدا يبقى بيلعب او هيلعب المباراه وبالتالي دي بتدي نوع من التركيز وكل لعيب يبقى عارف كويس قوي ان انا ممكن جدا اكون بلعب ويبقى ذهنه كله صافي والراجل وصل لمرحله ان هو كل لعيب عارف ان هو ممكن جدا يبقى موجود في الجيم وبالتالي انا بشوف ان كولر وصل لمرحله اعتقد مع التدعيمات هتبقى في حته تانية ان شاء الله اللي راح يومين بعد نهايه المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري ثم عوده للتدريب بعدها بيومين مباراه شايف الوضع ده ازاي يا كابتن في حد في الدنيا بيلعب بست يعني اخر ثلاث ماتشات انت لعبهم في ست ايام او خمس ايام الفكره ابتداء من الخميس حد اربع يعني الخميس بكره هتلعب والحد والاربعاء تلعب ست ماتشات في 13 يوم يا كابتن في ده ايه ده يعني ولله الحمد ولله الحمد ما تعادلناش غير ماتش والباقي كله مكسب صحيح وبعدين ربنا بقى بيبعت لك الشوكولاتايه كده اللي بتاعت اللي اديت لك الدوري فطبعا ده نتيجه انه توفيق ربنا ثم بيدي لك على قد جهدك لانك انت اللعيبه عندك والجهاز الفني ما بيحتفلش يعني انت بتاخد بطوله افريقيا ما احتفلتش صحيح يعني ما دخلتش الفرح حتى على اسرتك لان ما فيش وقت صحيح انت راجع على طول على ماتش راجع على طول على ماتش الماتش اللي بعديه انت الماتشين الاخرينين اللعيبه ما روحتش يعني قعدوا في اسكندريه على طول ماتش الاتحاد والماتش اللي قبليه اظن كان ماتش الاتحاد والماتش الثاني كان الاثنين في الاتحاد والاسماعيلي الماتشين في اسكندريه 48 ساعه أربع وسبت يعني أنت ما تمرنوش طبعا يعني فطبعا الماتشين دول الإسماعيلي والاتحاد اللعيبة ما روحتش فطبعا كل واحد عايز يشوف ولاده وعايشوه فدي طبعا الراجل بيشتغل نفسي على أعلى مستوى أوكي. وإحساس اللاعب برضو لما يكون المدير الفني اللي كان لعيب ممتاز ولعيب جيد إلى جانب ابتدى يعرف نوعية اللاعب المصري أو اللاعب العربي إنه دايما مرتبط بأسرته دايما عنده الجانب العاطفي فهو اشتغل في الحته دي وراح مدي اليومين اعتقد اليومين هيبان مدى السعاده بتاعتهم في خلال الماتش بتاع بكره ان شاء الله من خلال الاداء ومن خلال الروح القتاليه اللي هيلعبوا بيها ان شاء الله. ان شاء الله خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه في اخر التدريبات يعني ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب كابتن عادل كيف ترى سيناريو هذه المباراه؟ يعني مين هيبدا ازاي الاول؟ يعني مين هيبدا يلعب ازاي الاول؟ ابشرك ان الراجل ما بيغيرش. الراجل بيدافع كويس قوي وبيضغط ومجرد الكوره ما بتطلع على طول بيعمل عمليه سرعه ارتداد بحيث انك انت الكوره ما تعديش كهربا او شريف.
او حسين او عبد القادر او بيرسيت او الواجب الدفاعي، مجرد ما بتفقد الكوره كل واحد فيهم واخد تعليمات الواجب الدفاعي بتاعه هتبقى بالشكل الفلاني. اوكي، فمجرد ما بتفقدها التيم اللي قدامك بيبدا الهجمه من تحت، هتبص تلاقيه بيعمل عمليه الضغط. لو حس ان عمليه الضغط مش مظبوطه، اللعيب مش المدير الفني واخدين التعليمات، لو حس ان اللعيبه الكره بتتنقل وممكن انها تعديهم على طول، بيعمل عمليه انكماش، بحيث انك انت بتضيق المساحات، بحيث انك انت ما بتديش فرصه للتيم المنافس انه ياخد. فهو مش هيغير من اسلوبه ده. اللي هيساعده وسط الملعب الى جانب الاثنين الاطراف اللي هيلعبوا بكره، لو هيأدوا الواجب الدفاعي والواجب الهجومي بتاعهم كويس مع وسط الملعب، عمليه الرقابه وعمليه الضغط وعمليه الزياده في الهجمات وعمليه التسديد من بره، كل الامور ديت اعتقد طبعا علي معلول وهاني اعتقد ان هما الاثنين ادائهم الحقيقه في صعود وفي ثبات. منعم برضو وياسر طبعا بقى في بينهم نوع من الانسجام ونوع من التوافق ونوع من التفاهم العالي جدا. فاعتقد انه وسط الملعب والاثنين الاطراف مع كهربا الثلاثه المجموعه ديت لو ادوا بكره 8/10 انت كسبان بفضل الله الماتش زي ما انت عايز. لو اللعيبه ركزت وادت الاداء اللي هم الراجل هيبقى متفق معاهم عليه، لان ده صمام المكسب، سيطره على وسط الملعب، سيطره على الاطراف مع راس الحربه وعمليه الاختراقات، لانه هناك مشكله في خط ظهر الزمالك. اعتقد ان الراجل اعتقد انها هيستغلها امتى؟ لما اللعيبه هتنفذ اللي هو بيقول عليه. شفنا الماتش اللي فات، ماتش الاتحاد، كان مدي لديانج واجبات هجوميه. شفنا ديانج من بدايه المباراه جوه 6 يارد، دي ما كانش بيعملها كل الماتشات. اذا الراجل على طول حتى وهو بيلعب، انا شفت شريط ليه كده وهو بيلعب كان بيعمل نفس الدور ده، كان بيلعب في وسط الملعب وكان دايما بيزيد عشان يجيب اهداف. واللي علمه الشغلانه ديت بعض المدربين الالمان كانوا بيدوا له الواجبات ديت. فانا بعتقد ان هو يعني تنفيذ الواجبات اعتقد هتبقى مهمه جدا للعيبه، واللعيبه في حته مهمه جدا وهي احيانا بيتقال انه الضغوط لما بتتشال مع اللعيبه الاداء بيبقى جيد. انا ضد الشغلانه دي. انا زي ما كنتش ابقى رايح المهمه وانا خايف الخوف الايجابي مش الخوف السلبي. يعني انا يعني تلاقي الفنانه مثلا او فنان او حد داخل يعني يعمل مسرح يغني ولا حاجه لازم يبقى عامل حساب جمهوره، عامل حساب جمهوره، امال ايه؟ فانا عمليه ان انا ما فيش ضغوط عليا ازاي؟ ده انا في ضغوط عليا مهمه جدا. سيبك من انا واخد الكاس الحمد لله بفضل الله، الضغوط اللي عليا ان انا بسعد جمهوري من خلال اداء، من خلال اداء حلو ومن خلال نتيجه. فاداء ونتيجه ده جمهور النادي الاهلي اللي بيخليك دايما 47 بطوله، 148 على مستوى القارات، بتنافس ريال مدريد وهكذا، كلها حاجات جمهورك ما بيتقبلش الا النتيجه والاداء. فالضغوط اللي عليا لازم يبقى في ضغوط عليا، والا ما بقاش ناجح، والا ما بقاش مرتبي كبير، والا ما يبقاش النجوميه بتاعتي واروح كاس عالم الانديه على طول في خلال 4 سنين اوصل 3 مرات، اخد 3 مرات. دي كلها حاجات اعتقد انها الضغوط دي بتبقى موجوده ولازم تبقى موجوده، لان انت عشان تنجح لابد من الضغوط دي تبقى موجوده. واعتقد عدم الاحتفال بالدرع وكل الحاجات الخطوات اللي كابتن سيد خدها واللي الجهاز اخدها موفقه جدا، لان لو حصل ان الدرع جه وبتاع هتبقى احتفاليه، التركيز بتاع اللعيبه طبعا هيبقى مش موجود. طيب تشكيل كولر هيبقى ازاي من وجهه نظرك، وتشكيل اوسوريو هيبقى ازاي من وجهه نظرك؟ والله اعتقد انه هو مش هيغير، لان هو الماتش اللي فات كان عمل تغييرات كتيره وخاصه في وسط الملعب، ودي يمكن اثرت علينا شويه. يعني في نص الملعب كان بعد ما جبنا الجولين حصل هبوط شويه، لان وسط الملعب ما كانش فيه التفاهم، ما كانش موجود، وعمليه الضغط على لعيبه الاتحاد ما كانتش موجوده. اعتقد العناصر اللي هترجع طبعا احنا بالنسبه لحمدي بنبارك له على الوكره، على الوكره، فانما ان شاء الله في ديانج مع مروان ان شاء الله يكون بيلعب بكره.
الثالث ممكن يبقى كوكا راجع منتشي مع او قفشه، وقفشه لازم يبقى عارف ان في واجبات دفاعيه هتبقى موجوده جدا، وعمليه التحامات وعمليه شراسه في الاداء، الى جانب طبعا حسين مع كهربا مع بيرسيتاو، التجانس ده والتفاهم ده، ويستغل السردباكين والاطراف في نادي الزمالك اللي بتزيد ويتلعب من وراهم، تبقى عمليه خطيره جدا مع في وسط الملعب لما بيزيد مروان او بيزيد ديانج او اي حد في وسط الملعب بيزيد او علي معلول. طبعا كل الامور دي مفاتيح اللعب كتيره قوي بفضل الله عندك. فاعتقد السردباكين هيبقى ياسر ومنعم وعلي وهاني، وطبعا في الكابتن شناوي كابتن الفريق اللي عليه دور كبير جدا مع زمايله، ان من اول دقيقه يعرفوا ان بطوله الدوري ملهاش اي طعم الا لما نأدي. سيبك من نتيجه يا كابتن، نتيجه مكسب خساره تعادل، المهم ان انا العب اداء جاي. مميز مشرف مميز حقيقة. اداء مشرف يليق بفرقه رايحه كاس عالم انديه في سبتمبر، ورايحه كاس عالم امريكا 25، وعامله انجازات في خلال 10 شهور بفضل الله، اللعيبه مع الاداره الاول، الاداره مع الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي اللي ما ننساهوش، مع اللاعبين الافزاز الابطال ما يفرطوش في الماتش بكره، ان ماتش بكره ماتش مهم جدا، اعمل اللي عليك، اتعب، ركز، ادي الواجب بتاعك، والنتيجه بتاعت ربنا، لكن لازم تسعد جمهورك، ولازم تبقى نازل وانت حريص جدا على انك تأدي بأداء مشرف زي ما احنا متعودين منكم. طيب الزمالك وطريقة لعبه واسلوبه، هو في المقدمة مش هيبقى فيه يعني ما اعتقدش انه يعني زيزو طبعا، وفي زيزو وسيف الجزيري وشيكابالا، ما اعتقدش انه هيبتدي بشيكابالا اذا ابتدى يعني، بس ما اعتقدش ان هو بدأ الماتش اللي فات اعتقد لا لعب الشوط الثاني، لعب الشوط الثاني الله اعلم، انا ما كنتش متابع المباراه لان يعني، فالمهم يعني في وسط الملعب هو طبعا في دونجا اعتقد بره القايمه، خط الظهر فيه راجع حسام من حسام عبد المجيد عامل بطوله جيده جدا، وفي مسلوسي، وفي طبعا جول صبحي، وفي فتوح، وفي عبد الغني، فما اعتقدش انه هيغير، هيخرج بره عبد الغني بره، لا بقول لحضرتك مش هيخرج بره، مش هيخرج بره صحيح، مش هيخرج بره ده في وسط الملعب، هو يبقى فيه يعني يمكن السيسي اعتقد جاي من الطلائع، دونجا اعتقد انا قريت قبل وانا جاي لحضرتك انه بره القائمه، ما اعرفش هل هو مصاب او كده، مش هيخرج بره المجموعه دي هل هيغير طريقه لعبه؟ اللي هو كان دايما بياخد احمد فتوح يلعبه زي ستوب او زي هو صانع الالعاب، هل هيغير من الطريقه دي امام النادي الاهلي؟ يعني هو كان بيجيبه من ناحيه الشمال يحطه زي ما بيقولوا، كان بيقولوا وكانت ان هو بيقولوا ان هو يعني قلبه ميت، وان دي ما فيهاش قلب ميت، في دي كره قدم ليها اساسيات. مين اللي التدريب قلبه ميت؟ على اسوريو يعني؟ بيقولوا انه قلبه يعني قوي وما بيخافش مش كده، ما هي في نسبه مقامره، بس ما تبقاش المقامره 90% غير محسوبه، غير محسوبه يعني. يعني انا فتوح لما بلعبه في نص الملعب يعني اي منطق هيقول كده يعني، ده هو الراجل اللي عدلته هنا، وعدلته ان هو يروح ويشق ويعمل الاوفر والحاجات دي في وسط الملعب، دي محتاجه واجبات تانية ومحتاجه جهد تاني. صحيح. فطبعا كل الامور ديت ما اعتقدش انه هي، لان شفت انت الماتش فيوتشر والماتشات اللي قبل كده، كان الباكين لما بيطلعوا كان بتبقى ثغرات في خط الظهر قويه جدا، ولما تشوف الماتشات وتشوف الثلاثه رايحين على اثنين من الزمالك، دي ما بتحصلش في اي فرقه، حتى فرقه متواضعه، فلما تيم بحجم نادي الزمالك ويبقى باستمرار في ثلاثه رايحين على اثنين او اربعه رايحين على ثلاثه، دي عمليه ما اعتقدش ان هو هيجازف ويلعب بيها بكره، لان لو عملها هيبقى طبعا يبقى شكرا، هيبقى متشكرين يا سوري يا سوري يعني، لان ما اعتقدش ان هو لسه ما جربش طبعا ماتش الاهلي والزمالك بالظبط، فما يعرفش، اكيد عرف من خلال الجهاز الفني، المجموعه اللي مع مدحت وبقيه المجموعه اللي مع عبد الواحد،
الكباتن الكبار دول هيبقى عارف قيمه المباراه دي. صح. فانت هتعرف قيمه المباراه دي كمان لما تروح الاستاد وتشوف بقى المباراه وتشوف الاعلام وتتابعها. 50,000 ولا 50,000 اهلي. فانت وانت بتحط التشكيل لازم تعرف انك انت ما تديش للنادي الاهلي اي مساحه. واذا اديت للنادي الاهلي اي مساحه فانت يبقى انت يعني بتضر نادي الزمالك وبتضر نفسك. ويبقى شكرا برضو ان انت بتدينا المساحات ديت، لان انت ومجرد ما بتدي مساحات احنا شفنا كابتن في ماتش الوداد هنا عمليه الاستحواذ بتاعتنا كانت 83 ل 17 صحيح. ماتش الوداد الشوط الاولاني وكانت ضربتين جزاء وثلاث ضربات جزاء وفي حاله طرد. فانت يعني النادي الاهلي يعني حتى التيم اللي بيلعب قدامك يبقى عامل نوع من يعني حاطط لك ستاره قدام الجول بالعشره ومع ذلك انت بتوصل وبتضيع. فاعتقد ان هو برضو الماتشات ديت هو كمدير فني راجل كان ماسك المكسيك فاعتقد برضو هيشوف الماتشات ديت ويعرف ان النادي الاهلي ما هوش التيم اللي انا ممكن اديله مساحات وهاجم كويس وما دافعش يعني، ودي هتبقى معادله صعبه جدا بالنسبه له وهتبين مدى قدرته على اداره مباراه قويه. احنا شفناه في ماتشات كتيره، ماتشات ما بين تيام قويه وتيام مش قويه، لكن اعتقد ماتش بكره هيبقى مهم جدا بالنسبه له. هيشوف فكره ايه وايه التشكيل اللي هيلعب بيه واللعيبه دي بيحطها فين. انا سامع ان هو هيلاعب عمر جابر برضو في وسط الملعب، فعمر برضو عدلته على الطرف هيلعبه في وسط الملعب. دي برضو يعني عمليه اللخبطه في اللاعب، ان انا لما مطلوب مني واجبات دفاعيه لو انا رحت يمين ومفيش حد امنني ناحيه الناحيه بتاعتي، طبعا هتبقى الكره لما بتتنقل مع فرقه تستحوذ وفرقه بتنقل الكره هتبقى عمليه في منتهى الخطوره. المواجهه محمد صبحي والشناوي شايفها ازاي؟ حارس مرمى وحارس مرمى. مفيش نسبه يا كابتن، يعني ده في حته ده يعني الشناوي احسن الاجوال في العالم انا من وجهه نظري، وشفناه في كاس العالم للانديه وكاس العالم في روسيا طلع من احسن الاجوال على المستوى الافريقي اللي يعني من احسن الاجوال. طبعا صبحي لسه انا يعني جول واعد كويس يعني جول واعد لكن لا يقارن بالشناوي ولا باي حد يعني. حتى في المنتخب اعتقد انه يعني في احمد الشناوي وفي عواد محمد واحمد وهو صبحي وفي جوال كتيره يعني يعني لا اخر معسكر كان محمد الشناوي واحمد الشناوي تقريبا وصبحي هو ثالث. وممكن برضو في جوال لو اخذت ممكن يبقى يعني، لان هو لسه خبراته الافريقيه والخبراته في الدوري لسه ما هياش بالقدر، لكن هو جول كويس وجول واعد ومن الاجوال اللي عندها ثبات وممكن يؤدي ماتشات كويسه، لكن عنده برضه بعض العيوب من خلال المدير مدرب الاجوال اعتقد انه بيقدر يكملها له، لكن ما فيش شك انه جول كويس وقدامه مستقبل كويس ان شاء الله تعالى. توقعاتك يا كابتن بقى لهذه المباراه؟ انا بتوقع ان كولر مهتم جدا بالمباراه واللعيبه مهتميه جدا بهذه المباراه وعارفين ان الجمهور وجمهورهم كبير قوي وعارفين انه المباراه ديت في غايه الاهميه وعندهم من الوعي وعندهم من الخبرات ان هم من خلال المباراه بيأدوا الاداء اللي ما فيهوش نوع من انواع الاستعراض او نوع من انواع الغرور. بالعكس كل اللعيبه على قلب راجل واحد كلهم عارفين قيمه المباراه ديت وعارفين ان بعد المباراه ديت هيبقى فيه راحه لمجموعه كبيره. الراحه دي هتبقى وش السعاده عليهم، لانك انت تبقى ان شاء الله بعون الله تبقى مأدي واجبك وانت كسبان. اعتقد فتره الراحه اللي ممكن تاخدها هتبقى اكبر، هتبقى سعيد او هتبقى اسعد. صحيح هتبقى اسعد، تبقى كده يعني رايح بقى في اي حته، رايح بلاج، رايح شاطئ، رايح اي مكان، مسافر بتاع مسافر، رايح عمره، رايح هنا، رايح هنا، هتبقى. فدي طبعا اللعيب يبقى حاطط في دماغه الحته دي، الى جانب طبعا عارف ان في باذن الله تعالى كابتن محمود مع مجلس الاداره هيبقى في احتفاليه كبيره جدا بمناسبه هذه البطولات اللي موجوده، والاحتفال لازم يبقى
على أعلى مستوى، علشان اللعيبة دي لازم تكرم من خلال حفل قوي جدا وتدعيم للولاد دول، لأنهم تعبوا وشقيوا وسافروا سفرات كتيرة جدا وتعرضوا لظلم غير طبيعي، ومع ذلك كان هناك الثبات، هناك الجلد، هناك الرجولة، هناك الروح القتالية. وشفناهم قد إيه في ماتش الوداد كانوا بيأدوا في وسط أجواء، يعني أنا لو قاعد في المدرج أبقى خايف، فما بالك الناس دي في الملعب وبتأدي الأداء ده مع برضو يعني دايما أنا بتكلم في عنصر التحكيم، الراجل برضو ما كانش موفق بالدرجة المظبوطة، ومع ذلك أنت كلاعب لما تحس أن ما فيش حماية من الراجل اللي هو مفروض يحميك في ظل الأجواء ديت، ومع ذلك بفضل الله الولاد دول أدوا سيمفونية عالية جدا. الشوط الأولاني كنا الأفضل، ولما بقى الماتش بيتعاد مرة واثنين وثلاثة وبشوفه مرة واثنين وثلاثة بحس أن أنا لا، ده احنا كنا الأفضل الشوط الأولاني. صحيح. ولله الحق جه فينا الجول نتيجة برضو فاولات، ما كانش فاول، إنما بفضل الله قدروا في الأجواء ديت إنك تاخد البطولة من المغرب، من تيم كبير بحجم الوداد. فأعتقد إنه بفضل الله إن الولاد دول محتاجين الاحتفالية، ومحتاجين إن هم بكرة إن شاء الله يتوجوا البطولات الخمسة اللي أخذوها بمباراة تكون على أعلى مستوى، لأن منتظرهم الكثير. بعد كده في السوبر، وفي كأس عالم أندية، وفي الكأس، وفي الدوري، وهكذا. إن شاء الله يكون فيه هناك مباراة تليق بنجوميتهم وبروحهم القتالية بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة غدا إن شاء الله. هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة لنا، يعني إحنا ما عندناش مشكلة في إن إحنا نبقى واخدين دوري وكل حاجة، ولكن الأهم هو الفوز في مباراة، أو يعني زي ما حضرتك قلت بذل المجهود، والنتيجة دي في الآخر بتاعت ربنا يعني. أكيد يا كابتن، لأنك أنت أي عمل أنت بتعمله، أي عمل أنت بتعمله في الدنيا، أولا توفيق ربنا ده نمرة واحد. أيوة. ثم اجتهد وخد بالأسباب. الأسباب إيه هي؟ إن أنا مش هحتفل، إن أنا هركز، إن أنا هنفذ الواجبات، إن أنا أحب زميلي، إن أنا أحب الخير لزميلي، إن أنا هتنافس مع لاعب الزمالك من غير ما أضره، هلاعب نادي الزمالك المنافس ولما يقع أقوم أشيله. الروح الجميله ديت، صحيح، لما انا يبقى كهربا بيلعب وبعدين جايب جول وبعدين يتغير وينزل مكانه شريف وهو رايح يحضنه ويقول له انت هتجيب جول، وبعدين لما يجيب جول يروح ويمسكه ويقول للجمهور اهو ده بينافسك. الروح دي يعني ايه انكار الذات ده، وايه الجمال ده، وايه الروعه دي. دي الروح ديت اللي هي موجوده من 1907، موجودة لحد النهاردة، وأعتقد أنها هتظل موجودة إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى، لأنك أنت بتوفيق ربنا ثم اجتهادك والشغل بالأسباب. كل جهاز أنت بتجيبه وكل مدير فني أنت بتجيبه بتوفر له ولا تتدخل في شغله. كابتن الخطيب وما له من كأسطورة في كرة القدم أو كلاعب فز في كرة القدم ما يقدرش يتدخل مع المدير الفني في أي حتة في العالم. أحيانا بنسمع أن فلان تدخل في شغل المدير الفني، احيانا بتحصل واحيانا طبعا ما بتحصلش في الايام الكبيره، لكن لما يبقى في حاجه معينه وماتشات معينه وفي دروب كبير جدا ومع ذلك ما بيتدخلش في الشغل الفني مع المدير الفني، ده قمه ضبط النفس وقمه الصبر وقمه ان انا اللي هشيل، انا المجلس الاداره. الفرق بيكسب المدير الفني، الفرقه لو خسرت ابقى انا المسؤول، لان انا جبت المدير الفني. فقمه الصبر وقمه انكار الذات دي عمليه مهمه جدا ما بينجحش فيها الا الانسان اللي هو بيخاف ربنا وبيتقي ربنا، وفي نفس الوقت بيعمل بكل سبب، بيجيب معد نفسي ده علشان يبقى موجود، يعرف اللعيب ده ايه هبوط بتاعه ليه. طب انت متكبر ليه شويه؟ لا تعالى هنا، لا الحته دي توطى عندك شويه، لانك انت كل ما هتتواضع ربنا هيرفعك. انت فلان الفلاني انت ليه مش مركز؟ فادي له تدريبات للتركيز، في تدريبات في علم النفس علشان اللاعب يركز، الراجل بتاع الامور التغذيه وهكذا. فطبعا لما بتاخد بالاسباب على طول ربنا ان شاء الله
يا رب معاك إن شاء في الله. التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا، وان شاء الله بكره نحتفل بعد المباراه ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن عادل. طيب هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير.